ما هو العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم وما هو فرض الكفاية؟ نعم، العلم قسمان، تعلم العلم قسمان. القسم الأول فرض عين على كل مسلم، وهو أن يعرف أمور دينه، يعرف أمور العقيدة، ويعرف أمور أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، أحكام أركان الإسلام. هذا فرض على كل مسلم أن يتعلمه، وما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث وأحكام الطلاق والعدد وأحكام النكاح والطلاق والعدد وأحكام القضاء، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.